لألفي سنة حفظت ثلاث معابد تاريخ ميلاد الطفل يسوع. حقل الرعاة يوجد في بيت سحور على مسافة 3 كيلومترات من وسط بيت لحم. إلى جانب المغاور توجد الكابيلا الفرنسيسكانية التي بنيت عام 1924 على بقايا دير بيزنطي. الرسوم فيها تدعو إلى التأمل العميق. بازيليك المهد هي أقدم كنيسة في الأراضي المقدسة، عمل فني مميز أرادتها القديسة هيلانا والدة الأمبراطور الروماني قسطنطين عام 326. منذ بداية المسيحية كرم هذا المكان كمكان ولادة مخلصنا يسوع المسيح. المغارة صغيرة ولكنها في الداخل تحتوي على كنز شهادة التجسد، ميلاد ابن الله. عام 1717 وضع الفرنسيسكان نجما عند المغارة مع كتابة لاتينية: هنا ولد يسوع من العذراء مريم. I francescani sono venuti a venerare questo luogo insieme con. لقد جاء الفرنسيسكان لتكريم هذا المكان مع القديس فرانسيس في القرن 13 وبالتحديد عام 1219 عندما حصل على إذن من السلطان بزيارة الأماكن المقدسة. الفرنسيسكان يخدمون هذا المكان منذ عام 1347. المعبد الآخر هو مغارة الحليب، وبحسب التقليد إنه المكان الذي كانت تلجأ إليه مريم لترضع الطفل يسوع. ويقول المؤرخون بأن هذا المكان هو المكان الذي عاشت فيه العائلة المقدسة قبل الهرب إلى مصر. المغاور هي مقر عبادة للنساء المسيحيات والمسلمات في المنطقة، تم ترميمها عام 2007 للسماح لأكبر عدد ممكن من الحجاج بزيارتها.